والملائكة وجميع المخلوقات، وملك الموت أيضا سيموت. فهمتوا؟ حتى ملك الموت بيموت، وجميع المخلوقات وملك الموت أيضا سيموت كما قلنا. فإذا كان الجن يموتون فإنهم داخلون في الأنفس التي تموت، ويبقى الله الواحد القهار. فيقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فقال ابن كثير، هذا مقبل قلت لكم على ابن كثير في الفيديو تاع الحن والبن، قلت لكم قرأوا كتاباته غارب. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: فهو تعالى وعده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء. أجل. فيؤمن المسلمون في الإسلام بوجود كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والتي من غير البشر، وتشمل الجن والملائكة. فيوجد كل من الجن والملائكة بالتوازي مع البشر، وهناك تفاعلات بينهم وبين البشر، ولكن لا يمكننا رؤيتهم. كيف يموت الجن وكيف يدفنون؟ أما عن سؤال كيف يموت الجن، فيستدل على ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومنهم من يموت بقطع حارقة من الشهب الثاقبة، بقطع حارقة من الشهب الثاقبة، ومنهم من يموت بالقتل وبالمرض وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الموت. كما قال الإمام الشبلي أنهم قد يسلمون من عدد من أسباب الموت للإنسان، مثل الموت بالغرق، فبعضهم يغوص في الأعماق كما في قصة سليمان، والبعض الآخر يطير في الآفاق التي ينعدم فيها الهواء كما في قصة استراق السمع. كما لابلكم استراق السمع. أما أين يدفنون فهذا السؤال لم يتم ذكره في القرآن ولا السنة ولا الأحاديث، لكن قال العلماء أنهم لا يدفنون لأنهم خلقوا من نار، على عكس الإنسان يدفن كونه خلق من طين. والله أعلى وأعلم. في هذه هي في علم الغيب، فينبغي للمسلم أن يجتهد في معرفة المزيد عن ما له من أثرين في سلوكه، كعلم الله وأسمائه وصفاته ومعرفة
معرفة أحكام الشريعة. ناكو حاجة، حنا صح مرنكين وجايين صادمين بوجهنا، وما نخموش بزاف دي فوا، ما نخموش كاع، مي كي نجو للصح خلاص دوك نقصو شوية على واسمو. كي نجو للصح عبركم حاجة، لو كان ما نقراوش العلوم، لو كان ما نقراوش الفيزيك، لو كان ما نقراوش المات، لو كان ما نقراوش كاش حاجة، ربي ما يحسبناش. مي كي ما تثقش في دينك ربي يحاسبك، فهمتو كيفاش؟ قدر أقل شي يقول الله عز وجل انا عطيتك عينين، عطيتك صحة، عطيتك كذا باش تقدر تقرا وتستوعب، عطيت لك عقل باش تقدر تقرا وتستوعب وكلش وكلش، باش تثقف في دينك، باش تكون عندك فكرة في النقطة الفلانية ولا الفلدانية ولا ولا. انت ما قريتش، كاين بزاف فينا نديرو صوالح حرام بلا ما نعرفو بلي حرام، باسكو لا ما على بالناش. كاين واحد المادة في القانون يقول لك لا يعذر بجهل القانون، بار اكزومبل انا كون مسافر من بلاصه لبلاصه، اوكي، ويجيك شي واحد يقول لي هكا با اديها معاك، يكون معايا في الطياره انا وحده نفسها، يقول لي هاك الكابه اديها معاك وليك نتحاسبو كي نوصلو، ومن بعد هذيك الكابه كش ما يكون فيها ولا هي ممنوع، زعما يقول لك في الايروبور يقول لك ما تجد حتى حاجه على حتى واحد، ولو كان يفيقوا بلي درت كاش حبسه وتقولوا اه ما على باليش، يقول لك اخي لا يعذر بجهل القانون، ماشي مشكلتي، وعنده الحق، مشكلته هو ماشي مشكلته. نفس الشيء في الدين، اوكي، تسمى كي دير كاش حاجه حرام وانت ما على بالكش بلي حرام. اكزومبل للاسف كاين بزاف عباد ودي فوا انا نخلع، كاين حاجه كيبولو ما يغسلوش وجه نورمال، كاين اللي يقول واقف ايبال، كي يقول واقف ماشي مليح وحرام، كان اللي يهدر في التواليت حرام تاني لا يجوز، وكاين وكاين وكاين. مانيش حاب نهدر في الدين باسكو مانيش في موضع وين اللي يخليني نفتي، كاين اشياء اللي نقدر نقول لكم لا يجوز، وكاين بزاف ما على بالهمش ولا ماشي دينا فيها كيما حنا نقولوا، شغل ماشي حاجه كبيره، كون فاهميني صافي. اول شيء لازم ندخلوا في ديننا نقراو عامه، نقراو شويه من شويه من شويه من شويه من نجيبك. كنت صغير انا يا الى دار الاخره، ديجا تصويرته تخوف ابالك كيفاش جاي، مثلا جا فيك اليوم جاي في الغلاف تاع الكتاب تاعو، جاي جهه بوردو وجهه جيني حامق، وراجل داير هذيك السره في عصا هكا ويمشي بيهم. كنت كنجي نقرا بابا يقول لي لا لا ما تفهموش ما توجيهش، انا كنت نقرا زعما بتخبيه، اقسم لكم بالله غير كنت نخرا وننشر، سمعوا بها تاع نخرا وننشر من الخوف، نخرا وننشر من الخوف، وكنت نخاف بزاف يدو يدو، مي موراهاش عمل حاجة تعلمت له بلي ما لازمش تندار. يا سيدي مانيش نقول لك انا ملايكة نغلط، انا ونغلط بزاف وندير زوار عليه، جي سي لو ماكسيموم هاي في دي لي دي تروك هكا لي بار اكزومبل بار اكزومبل بار اكزومبل، نقدر ما نصطلش ما نكيفش ما نجم ما نديرهمش، نقدر ما نخرج ما نيجي عارف انا نصار وندير هذا الريفي والخرطي ما نديرهاش، فهمتو؟ نقدر ما ندير الكيراتين ومن باسكو لا يجوز تشبه بالنساء اكسيتيرا اكسيتيرا ما نديرهاش. بار اكزومبل كاين شي صوالح ما تقدرش ما ديرهمش، ما تقدرش ما ديرهمش، لا غالب ديرهم. مثلا يقول لك الاختلاط في البيوس ولا في الاماكن ولا في الخدمه، كاين اللي حرموها
صافي، نعود نولو لنقطتنا. لازم اول شيء تثقف في دينك، ومن بعد تزيد ثقة في امور اخرى. انا ما جيت نثقف بهذاك المقدار، لان نقدر نديركم مواضيع ونقولكم واش يجوز واش ما يجوز. مي الحمد لله الواحد يثقف قيس ما يمشي. باريكزومبل يجي واحد يقول لك كان واحد لافير دخل فيها قدام مليون باكتري كبيري قدام، على بالك بلي حرام. اكزومبل نسمع لي ستوديون لي باشو لي لي كاين حاجه لي بزاف شايعه في لافاك في لي فاك كاملين، جماعه التسويق الهرمي والتسويق الشبكي، ويقولك ده تجيب زوج والزوج يجيبو زوج. انت يا تبيع له حاجه ما عندكش، تبيع له حاجه ماكش مالكها، حرام. كاين عباد لي يخدمو تاني تعجبو حانوت مثلا ويكون حاب يخدم فيه، عند مول الدار هذيك يكون كاين سيد يخدم ويكون كاين بنادم عجبو هذاك الحانوت، يروح عند مول الدار يقول له اخي عجبني حانوتك شعرك كاري للزبير، يقول له 5 ملايين، يقول له هاك 6 ملايين وكري لي انا. تجارة عن تجارة حرام، خطبة على خطبة حرام. وش بيكم وش بينا كاملين؟ سنة 38 سنة الناس مازال ما تزوجتش، والله العظيم والله الناس مازال ما تزوجتش. ثمانية وثلاثين سنة ماك شايف والو يا سيدي، تزوجت ايماجيني كنت مقاجي وتسنى في هاديك دومير وتلات. 38 سنة بالك انت ما راح تبدا تعيش، نقولو دخلت في فانتون شحال فيها دومير وتلات، واقيلا 15 ولا 12 والله ماني عارف. تبدا ديكوفري كاين عباد لي كتر من 38 سنة مي ما حش والو، خدمة دار خدمة دار خدمة دار، قراية خدمة دا دا دا. وكاين ناس واحد اخرين لي يخافوا من الدنيا. كاين عباد لي لو كان نقولو اي نروحو كدا ولا نروحو كدا يعزا واو صافي تسيبو عايش ما شعرف شحال من عام وما شاف والو، ما بوجاش، ماشي وزمو، ماشي تمصمير ولا بخل ولا ما يتبان له. لو كان تقول له غير روحو نكرو في بلاصه الفلانيه تبان له سي 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 فاست، حاجه كبيره بزاف، سي ايمونس. انا مديت لكم اكزامبل هادي تاع 38 سنه اللي توفات، ما نحكيش هي الموت ما عندهاش عمر. الله يهدينا والله، انا يهديني قبل قبلكم، لا علينا. نعود نولو الموضوع، انا مش عارف كيف خرجت منه. الجن كيفاش يموتوا وكيفاش يدفنوا؟ مادام الجن كاينين او سمعتوا لا جوفي، مادام الجن كاين في كل بلاص صافي باش يندفنوا. كاين الجن تاع تتراب في السماء في الماء في كل بلاص باش يندفنوا تاع التراب، ما كاش كيف يقول لك راحت لي هذيك، يقول لك من تراب عاد الى تراب هكا على الانسان. بس الجنون زعما يحرقهم باسكو مصنوعين من النار، الله اعلم. المهم
الدار.